ولكل حكاية خبر. نقرأ الخبر بأعين البسطاء ونناقش الحدث برأي الخبراء. نجول في الصحف المحلية والعالمية ليصلك الخبر حيثما كنت. فلسنا نحن من نقول، ولكن الصحافة تقول. الأحد والثلاثاء والخميس، الخامسة والنصف مساء بتوقيت اليمن. خلال حديث أمام الجالية الجنوبية في أمريكا وكندا، الزبيدي يقول إن الفترة المقبلة ستشهد قرارات مصيرية تتطلب الثبات. قبائل ثعيان تطالب بخروج قوات المنطقة العسكرية الأولى من وادي وصحراء حضرموت. بدعم من دولة الإمارات، مدينة المخا تشهد إقامة العرس الجماعي الثاني لألف عريس وعروس. أهلا بكم. شارك نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي في احتفال أقامته الجاليات الجنوبية في الولايات المتحدة وكندا على شرف زيارة الزبيدي للولايات المتحدة. وخلال كلمة ألقاها في الحفل، قال الزبيدي إنه سيتم تبني قرارات مصيرية خلال الفترة المقبلة، مطالبا الجنوبيين بالثبات ومواجهة التحديات. كما جدد الزبيدي الشكر لدول التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات على جهودهم في إنهاء الحرب وإحلال السلام الدائم في اليمن. طالبت قبائل ثعيان بخروج قوات المنطقة العسكرية الأولى وتسليم أمن وادي وصحراء حضرموت لقوات النخبة الحضرمية. واستنكرت القبائل في بيان صادر عنها ما وصفتها بالمحاولات البائسة لشق الصف وتمزيق النسيج الاجتماعي بحضرموت. إخراج قوات المنطقة العسكرية الأولى وتسليم أمن الوادي والصحراء لقوات النخبة الحضرمية، الاعتزاز والفخر بالهوية الجنوبية، أبرز ما جاء في البيان الختامي الصادر عن قبائل ثعيان خلال اجتماعها بمدينة المكلا، إلى جانب الدعم والتأييد الكامل للمجلس الانتقالي الجنوبي والتمسك بمخرجات مؤتمر حضرموت الجامع. يؤكد المشاركون في اللقاء تمسكهم بمخرجات مؤتمر حضرموت الجامع التي أجمع عليها طيف واسع من أبناء حضرموت، ويعتبرون تبني المجلس الانتقالي الجنوبي لتلك المخرجات إنجازاً ومكسباً كبيراً للمحافظة وأبنائها. نحن قادمون إليكم اليوم من أصقاع مناطق ثعيان الشرقية، من المحرة ومن حدود المهرة ومن حضرموت ومن الرايدة الشرقية والديس الشرقية إلى دير علي. أتينا إليكم لنعلن تأييدنا المطلق للمجلس الانتقالي. أخواني أبناء قبائل ثعيان، إن هدف هذه اللقاءات واللقاء واللقاءات الموسعة التي عقدتها من قبلكم القوى السياسية والمنظمات المجتمع المدني وقبائل سيبان ونوح ويافع واللقاءات التي ستتبع مع مختلف مكونات المجتمع الحضرمي هو بلورة موقف واضح، موقف موحد واضح مما يحدث في حضرموت والجنوب. من شرق حضرموت تداعت قبائل ثعيان إلى المكلا العاصمة، ناقشوا جملة من القضايا السياسية والاقتصادية والخدمية. المجتمعون دعوا الحكومة إلى تحسين الخدمات العامة في مديريات المحافظة وخاصة الكهرباء، والسعي لوضع حلول جذرية لمعالجتها،
كما أكدوا التمسك بالمشروع الجنوبي. نحن سعينا هذا 1% اللي شفتوهم اليوم، 1% مش 100% اللي يوصلوا، يمكن لو وصلتهم الدعوة وعندهم مواصلات هذا النص المكلف مسعهم. نعلن تأييدنا الكامل للمجلس الانتقالي الجنوبي ولقضية شعب الجنوب، ونرفض تفريخ المكونات، وأننا ضد هذه، وهذه لا تلتمس، لا ليس لها أي وجود على الأرض ولا أي قاعدة شعبية، وهي تزفيف الحقائق ومؤامرات يعني نظام صنعاء لسلخ حضرموت على المجتمع الجنوبي. هذا الاجتماع شدد أيضا على الاهتمام بتأمين البوابة الشرقية لحضرموت وتكثيف الجهود لمحاربة الظواهر الخطيرة كتهريب المخدرات والسلاح. أشاد المجتمعون بجهود قوات النخبة الحضرمية في هذا الجانب ودعم التحالف العربي، خصوصا دولة الإمارات العربية المتحدة. لقناة الغد المشرق، محسن بالبحيث، المكلا. يرى سياسيون وناشطون محليون أن ذكرى 21 من شهر سبتمبر من عام 2014 يمثل ذكرى أكبر نكبة في تاريخ اليمن المعاصر، في وقت تشير فيه تقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن حوالي 377 ألف يمني فقدوا حياتهم بسبب الصراع الذي تسببت به ميليشيات الحوثي في البلاد. في وقت تحتفل فيه ميليشيا الحوثي الإرهابية بذكرى نجاح انقلابها على البلاد بقوة السلاح، يشهد العالم أجمع بأنها أدخلت البلاد مرحلة مدمرة حولتها إلى كارثة إنسانية. 9 سنوات من عمر الأزمة اليمنية قوضت الاقتصاد ومزقت البنية التحتية وتسببت بانهيار أنظمة الحماية الإنسانية كالصحة والكهرباء والتعليم، وأدت إلى إضعاف اليمن واليمنيين وبخسائر فادحة في حياة وصحة الشعب اليمني وآفاقه الاقتصادية. تقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تشير ومنذ عام 2019 إلى أن حوالي 377 ألف شخص فقدوا بسبب الآثار المباشرة وغير المباشرة للصراع الذي جسد في اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم. تقارير البنك الدولي تؤكد أن صراع ميليشيا الحوثي تسبب في أزمة اقتصادية وإنسانية حادة تضرر بها نحو 28 مليون شخص، منهم نحو 24 مليون شخص بحاجة إلى المساعدات، في وقت يعاني فيه 17 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي الحاد والنزوح، فضلا عن انتشار الأمراض المعدية على نطاق واسع ونقص حاد في الأدوية وتعطل الخدمات الأساسية في مجال الصحة والتعليم وتدمير البنية التحتية بما في ذلك شبكات الطرق. محللون سياسيون وصحفيون اعتبروا 21 من سبتمبر عام 2014 يوما يمثل ذكرى أكبر نكبة في تاريخ اليمن، مؤكدين أنه لم يكن انقلابا تقليديا بل كان انقلابا على القيم والأخلاق اليمنية الأصيلة، وحربا غاشمة على قوت المواطن وحرمانه من مرتباته، وعلى طلاب العلم ودور القرآن والمساجد، واعتداء سافرا على المواقع السكنية والأراضي التي زرعتها الميليشيات بالألغام. ووصف المحللون ميليشيا الحوثي بأداة الموت لسكان مناطق سيطرتها، مؤكدة بأفعالها أنها ستبقى ميليشيات فاشلة وعاجزة عن إدارة مؤسسات الدولة أو توفير أبسط حقوق المواطن والموظف، متمثلة في الراتب والخدمات الأساسية. حذرت دراسة حديثة من أن سوء التغذية يفاقم من معاناة مرضى السرطان في اليمن، وبالتحديد في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي، وكما بيّنت الدراسة أن معظم المصابين بالمرض هم من النساء. فاقمت الحرب الحوثية التي يعيشها اليمن منذ 9 سنوات على مؤسسات الدولة معاناة مرضى السرطان، حيث يشكو كثير منهم من انعدام الأدوية في المستشفيات الحكومية والتي يكلف شراؤها أثمانا باهظة، وأيضا من سوء التغذية الحاد نتيجة تدمير الميليشيات الحوثية الممنهجة للقطاع الصحي. إذ أفادت دراسة حديثة عن مرضى السرطان في اليمن وبالتحديد في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية أن معظم الإصابات بهذا الورم الخبيث تتفشى بين النساء أكثر من الرجال، وأن سوء التغذية يؤدي إلى تفاقم المضاعفات ذات الصلة بالمرض وتقليل فعالية العلاج. وقالت الدراسة التي أجراها أطباء الأورام السرطانية في المركز الوطني للأورام في صنعاء إن مرض السرطان يؤثر بشكل كبير على الحالة التغذوية للمرضى، وأن سوء التغذية هو أحد المضاعفات الشائعة بين مرضى السرطان وخاصة بين كبار السن.
الدراسة التي أجراها الأطباء لحالات مرضى السرطان الذين يزورون المستشفيات باستمرار تم إجراؤها على 296 حالة، منها 225 حالة من النساء. وأشارت الدراسة إلى أن معدل سوء التغذية كان أعلى بين الحالات المصابة من النساء بنسبة 16.2%، وعند المصابين من الرجال 15.5%، وأن 49% من إجمالي الحالات تعرضت لفقدان الوزن بنسبة 15.5% من وزنهم قبل الإصابة. وأضافوا أنه بسبب محدودية الموارد التشخيصية والسريرية وسوء نوعية السجلات الطبية والحرب الحوثية المستمرة منذ 9 سنوات، فإن معدل الإصابة بالسرطان في اليمن غير معروف، مما يؤدي إلى غموض عبء السرطان على المستوى الوطني. ولذلك يلزم إنشاء سجل وطني لسوء التغذية لمرضى السرطان في اليمن، وبالأخص في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية. وحذر باحثون وأطباء مختصون من استمرار الوضع الصحي المتدهور بسبب استمرار الحرب الحوثية على البلاد، وطالبوا بضرورة إجراء المزيد من الدراسات حول تفشي سوء التغذية في أوساط المصابين بالسرطان في اليمن، وإجراء دراسات تشمل فترات أطول من حياة المصابين وتحسين النظام التغذوي لهم. شهدت مدينة المخا الساحلية بمحافظة تعز إقامة العرس الجماعي الثاني بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة. عرس جماعي نظمته خلية الأعمال الإنسانية بالمقاومة الوطنية على ساحل مدينة المخا في نسخته الثانية بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة وبتوجيهات من نائب رئيس المجلس الرئاسي العميد طارق صالح الذي حضر التدشين وشارك العرسان فرحتهم. نحتفل بعرسكم في يوم الثورة العظيمة، يوم سبتمبر المجيد، يوم التحرر من الاستبداد والكهنوت، يوم الحرية والانطلاق للديمقراطية. فرحتنا عظيمة بكم اليوم، ودام الله سروركم. العرس الجماعي الذي ضم 1000 عريس وعروس من مختلف المناطق المحررة بمحافظتي الحديدة وتعز، بالإضافة إلى عدد من الشباب النازحين بمدينة المخا، تخللته فقرات فنية وغنائية وسط احتفاء كبير بالعرسان. نشعر بفرحة كبيرة جدا لا توصف وسعادة تغمرها هذه الشواطئ الطيبة. شعور لا يوصف، شعور جميل جدا بهذه الاحتفالية، احتفالية العرس الجماعي لألف عريس وعروس. الشكر موصول للعميد الركن طارق محمد عبد الله صالح ولجميع القائمين على هذه الفعالية، شكرا من الأعماق للجميع. يولي الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة الشباب اليمني اهتماما كبيرا من خلال إقامة ودعم الأعراس الجماعية وتنظيمها في مختلف المحافظات والمناطق المحررة لتمكين الشباب من الزواج في ظل ظروف الحرب الحوثية، لا سيما في ظل غلاء المهور وارتفاع تكاليف الزواج. رمز مختار لقناة الغد المشرق تعز. هذه النشرة متواصلة وتتابعون فيها بعد فاصل قصير. انطلاق حملة التحصين ضد الحصبة والحصبة الألمانية في شبوة. أهلا بكم من جديد. شهدت محافظة شبوة انطلاق الحملة الوطنية الطارئة للتحصين ضد الحصبة والحصبة الألمانية، حيث تستهدف الحملة تطعيم أكثر من 119,000 طفل وطفلة. جاء كبار القوم هنا من السلطة المحلية والصحة
لإعلان النفير في مجابهة تفشي الحصبة والحصبة الألمانية. كل الكلمات التي ألقيت هنا تجاوزت كلمات الدباجة وشددت على أهمية الإسراع في إنقاذ أطفال المحافظة من هذا الداء، واتفقت على تضافر الجهود من كل الجهات ذات العلاقة لإنجاح هذه المهمة الإنسانية. برعاية كريمة من معالي وزير الصحة الدكتور قاسم بحيبح وسعادة الشيخ عوض محمد بن الوزير العولقي محافظ محافظة شبوة، قمنا اليوم تشيل حملة تحصينية ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانية في محافظة شبوة، والذي تستهدف ما يقارب 120 ألف طفل، ويقوم بهذا الحملة 68 عامل صحي. ومن هذا المكان نناشد الأهالي والآباء والأمهات بالتعاون وتقديم كافة المساعدة للفرق. استهداف 19,000 طفل و762 طفل. هذه الحملة أتت لكون حالات الأصابة ارتفعت في على مستوى الجمهورية، ونحن في شبوة سجلنا خلال العام 2023 1082 حالة حتى هذا الأسبوع التي أصيبت بالحصبة، و18 حالة وفيات. لذلك نأمل من الأخوة ونناشد كافة المواطنين على محافظة شبوة في محافظة شبوة إن يتوجهوا إلى الفرق الميدانية. لا تخلو معظم مستشفيات المحافظة من مرضى الحصبة من الأطفال، وفي مهمات العمل الإنساني يهرع ملائكة الرحمة للبحث عن كل طفل دون سن الخامسة لتحصينه ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانية. ففي شبوة تحصد الحصبة كل يوم مزيدا من الضحايا، فحسب أحدث الإحصائيات سجلت 18 حالة وفاة وأكثر من 1000 حالة مصابة. استراتيجية الحملة ليست من منزل إلى منزل كما تعودوا عليها في الحملات السابقة، وإنما هي مواقع ثابتة. المرافق الصحية بتكون مفتوحة يوميا خلال فترة الحملة، بالإضافة إلى المواقع المؤقتة على مستوى القرى والمناطق، وبالتالي نناشد الأهالي بدفع أطفالهم إلى مناطق التطعيم. حملة التحصين هذا في عموم مديريات المحافظة تجري بمشاركة أكثر من 600 كادر صحي، سيعملون على مدى 6 أيام على تحصين الآلاف من أطفال المحافظة من الحصبة. جمال شنيتر لقناة الغد المشرق محافظة شبوة. أما الآن مشاهدينا ننتقل وإياكم إلى أخبار الرياضة. واصل مانشستر سيتي سلسلة نتائجه الإيجابية بتغلبه على ضيفه نوتنغهام فورست بهدفين دون رد في المرحلة السادسة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، وسجل كل من فودين وإيرلينغ هالاند هدفي مانشستر سيتي، وبذلك حقق الفريق الفوز السادس تواليا للسيتي، محققا العلامة الكاملة إلى حد الآن في البريمير ليج ليرفع رصيده إلى 18 نقطة في الصدارة، فيما تجمد رصيد نوتنغهام عند 7 نقاط. تحت شعار من القلب إلى القلب نحو المستقبل، افتتح الرئيس الصيني النسخة الأكبر من دورة الألعاب الآسيوية في مدينة هانغتشو بعيدا عن ألعاب نارية، أعلن المنظمون عدم استخدامها التزاما بالفلسفة الخضراء. وجسد حفل الافتتاح التراث الثقافي للصين والصور الرومانسية من خلال الدمج بين حضارتها العريقة والتكنولوجيا الحديثة، كما أبرز الحفل أطلال مدينة ليانغجو القديمة بوصفها موقعا مقدسا ومعلما بارزا في الصين وحضارة عمرها 5000 سنة. وتعد هذه الدورة الآسيوية الثالثة في الصين بعد بكين عام 1990 وغوانزو عام 2010. أفاد بعض مالكي هواتف آيفون 15 برو وبرو ماكس الجديدة بتغير لون الإطار المعدني في هواتفهم بعد فترة قصيرة من الاستخدام. وأظهرت صور تداولها عملاء الشركة وجود بصمات للأصابع على الإطار المعدني المصنوع من التيتانيوم لتلك الهواتف، وخاصة في المساحة التي توجد فيها الأزرار الجانبية. وردا على عملائها، نشرت أبل عبر موقعها الرسمي ما يفيد بأن بصمات الأصابع يمكنها أن تغير بشكل مؤقت لون إطار التيتانيوم الجانبي في الهواتف بسبب الزيت الموجود على البشرة.
ختام هذه النشرة مشاهدينا وهذا تذكير بأبرز العناوين. خلال لقائه بالجالية الجنوبية في أمريكا وكندا، الزبيدي يقول إن الفترة المقبلة ستشهد قرارات مصيرية وتتطلب الثبات. قبائل ثعيا تطالب بخروج قوات المنطقة العسكرية الأولى من وادي وصحراء حضرموت. بدعم من دولة الإمارات، مدينة المخا تشهد إقامة العرس الجماعي الثاني لألف عريس وعروس.